هدوء نسبي يحكم الجبهة هنا من السابقية. يرصد الجيش السوري مدينة حلب من هنا. يمكن للجيش التقدم إلى خان طومان، وفي مرمى نيران الجيش تقع قرى الحويز والحميرة. المنطقة مطلة على الحميرة والخصرة، والهدف منهم أنه ضرب المسلحين. هدوء الجبهات نهارا يقطعه استهداف خطوط إمداد النصرة وأحرار الشام. جبهة السابقية إلى الجنوب من هنا الزربة، وإلى الشمال خان طومان. تقدم الجيش السوري والحلفاء على هذه الجبهة يعني إحكام السيطرة ناريا على أهم مقرات الجماعات المسلحة في الريف الجنوبي. العملية الآن تتركز على الاستهداف المدفعي وقذائف الهاون لتحركات الجماعات المسلحة. استهداف أي تحرك في الجبهة يمكن الجيش من استنزاف النصرة في المنطقة. قذائف الهاون تتكفل باستهداف أي تحرك قريب، فيما يلعب الطيران الدور الرئيس في قصف خطوط الإمداد نهارا. يتم الآن ضرب خطوط الإمداد وتجمعات المسلحين في المنطقة، يعني كسر الخط الأول للمسلحين تمهيدا لدخول المدينة إن شاء الله في الأيام المقبلة. الرصد الدقيق من قبل الجيش لم يترك للجماعات المسلحة هنا سوى لباس الليل للتحرك. رضا الباشا، ريف حلب الجنوبي، السابقية، الميادين.